السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمتابعه الوضع الميداني في محافظه صعده. اذا مشاهدينا، اعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مواقع جديده من قبضه الميليشيات قرب مركز مديريه باقم شمال محافظه صعده الحدوديه. وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشال عقيد اديب الحاج في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحه، قال إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير وتأمين تباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد بالقرب من مركز مديرية باقم. وأضاف العقيد الحاج أن الهجوم المباغت الذي نفذته قوات الجيش يوم أمس بإسناد من قوات التحالف العربي ألحق بالميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة. يأتي هذا تقدم بعد أيام من إحراز قوات الجيش الوطني تقدما في محاور صعدة الثلاثة علب والملاحيض والبقع. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: ما هو حجم وأهمية التقدم العسكري الذي حققته قوات الجيش في محاور صعدة؟ وكيف تنعكس هذه المعارك على سير المعركة الكلية بين الشرعية والانقلاب؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. لا تكاد تشرق الشمس على هذه المناطق الجبلية إلا على وقع أخبار عن تقدم عسكري للجيش على ميليشيا الحوثي. فعلى هذه الطرق الوعرة في اتجاه معقل الحوثي أحرز الجيش انتصارات عسكرية بصعدة، حيث أعلنت مصادر في الجيش تحرير مواقع جديدة كانت الميليشيا الانقلابية متمركزة فيها. وفق تصريح أدلى به رئيس عمليات اللواء 63 مشاه أديب الحاج للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن مواجهات عنيفة مع الميليشيا الحوثية أدت إلى تحرير تباب البيض وجبال الكوز، وقام الجيش بعدها بتأمين هذه المناطق المحررة. وأوضح الحاج أن الجيش أحكم سيطرته على مواقع أخرى غرب أبواب الحديد، مؤكدا أن هذا التقدم للجيش بريف صعدة أتى بعد سلسلة عمليات هجوم مباغتة على مواقع عسكرية للحوثي وبإسناد من قوات التحالف، مشيرا إلى أن هذه العمليات العسكرية ألحقت بميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية. وبالتوازي مع تحركات الجيش في صعدة، تمكنت ألوية عسكرية من استعادة مواقع هامة في محافظة حجة. وبحسب قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري، فإن المواجهات بين الجيش والميليشيا أسفرت عن استعادة جبال الفج والشبكة والكسارة. عسكريا، يحاول الجيش في صعدة وحجة السيطرة على المناطق الواقعة بين المحافظتين، حيث تمثل هذه المناطق شريانا رئيسيا لميليشيا الحوثي، كما أنها تضيق الخناق عليها في مدينة حرب. إذا مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من صعدة قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله أخي. أهلا بك سيادة العميد. ما هي آخر مستجدات الأحداث في محور أو في المحور الذي تخوض فيه قوات اللواء الخامس حرس حدود المواجهات في صعدة؟ اهلا وسهلا، حياكم الله اخي. اللواء الخامس في محور علب مع عده وحدات يمنيه، نعم، مشاركه ومشاركه من الاخوان القوات السودانيه ومن الاشقاء السعوديين الجيش السعودي. نعم. في هذه الاسابيع الاسبوعين الماضيه كانت العمليات مستمره ومتقدمه، ولله الحمد في هذه الايام الاخيره تم تحقيق انتصارات ومكاسب باهظه، ومنها الجوز والتباب البيض خلف الجبادي غرب ابواب الحديد حدود الدماح ومحديده، ومن جهه الشرق تقدما الى المصنعه الى سدال سبحان يعرفها ابناء المنطقه، وتم السيطره على مرتفعات كثيره، والان اصبحت ابواب الحديد واصبحت محديده مناطق السماء محديده والدماح هذه تحت سيطره الجيش ناريا. نعم، لكن سيادة العميد، يعني فيما يخص المعارك في صعدة، يعني هل هي معارك يعني محتدمة بالقدر الذي نستطيع القول أنه يعني هناك هدف قد يفضي في النهاية إلى تحرير المحافظة بشكل كامل، أم أن المعارك هي ما بين كر وفر، يعني اليوم يتم السيطرة على تباب وغدا تعود لسيطرة الميليشيات وهكذا؟ أخي الكريم، بفضل الله عز وجل وبسمو الأبطال وبمساندة الأشقاء
كلما سيطر الجيش الوطني على مواقع لم يمكن ان يستطيع العدو استعادتها، ولله الحمد وهذه بفضل الله وبصمت الابطال. كل المواقع التي تحررت نعم انه يوجد كر وفر، ولكن فيها يتم السيطره والتمترس مثلما تعرفون جميعا زراعه الالغام بعشوائيه عند الميليشيات واستخدام القناصه، ولكن كل المواقع التي سيطر عليها الجيش في محور علب بالذات لم ينسحب منها ابدا وهو في تقدم، وكلما تم السيطره على موقع تم تثبيته والتخطيط للهدف الذي بعده. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيادة العميد. أذهب لأرحب بالعميد حسن الشهري المحلل العسكري ينضم إلينا من الرياض. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، تحية لك ولضيوف الكرام. أهلا بك سيادة العميد حسن الشهري. يعني نتحدث اليوم عن المعارك في محافظة صعدة، إذا ما أتينا من الناحية الاستراتيجية ماذا يمثل هذا التقدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أي بقعة في اليمن عمل أي عمل عسكري فيها هو يحقق عمل استراتيجي يحقق أهداف سياسة. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن معركة الساحل وإن كانت الآن تنتظر نتائج أعمال اللجنة الخاصة التي شكلها فخامة الرئيس. نعم. على مقترحات المندوب الأممي أيضا أثرت إيجابا على الجبهات الأخرى، في حرض جبهة مشتعلة. نعم. صعدة وإن كانت القوات فيها محدودة مع الأسف، إلا أنه أعمالهم بطولية وجيدة ووصلوا إلى خنق الحوثي في أكثر من زاوية. نعم. ما نتمناه أنه الألوية اللي في مأرب وفي بيحان وفي سيئونة تتحرك، أكلها الصدى هناك، تتحرك لإدامة أو على الأقل إحداث مناطق قتل جديدة للإنقلابيين في اليمن. نعم. لأنه مع الأسف الشعب اليمني وصل إلى حانة من القنوط واليأس، لأنه عدد كبير من ألويته لم تستخدم إلى الآن، وبينما قوات تعمل بجدية وبإخلاص في مناطق أخرى يفترض أن تكون جزء هذه القوات جزء من العملية. نعم. ليست الدولة في حالة حرب مع عدو خارجي، الدولة في حالة حرب مع عدو داخلي مع الأسف مطية لإيران، وبالتالي لست بحاجة إلى احتياط استراتيجي أو حتى محلي. في العرف العسكري يجب أن تستثمر هذه القوات ولديها مدرعات ومدفعية وراجمات، وكثير من الضباط منهم محترفون ومن الجيش السابق ومن تم تدريبهم من السعودية وأيضا من البدايات نواة الجيش الوطني، وبالتالي لا بد من الاستثمار بذلك. شكرا للمقاتلين الأشاوس في جبهة صعدة في البقع وفي باقم وفي ايضا الجبهه الحجه في حرض وايضا في الجبل في حجه. شكرا ايضا للمقاومه التي تقاتل وتحافظ على مكتسباتها الاستراتيجيه في الساحل الغربي. نعم. وهم الان يحاصرون مدينه زبيد وبيت الفقيه، وبالتالي الامور ايجابيه بشكل كبير اكثر منها سلبيه. نعم، لكن سياده العميد يعني اذا ما اتينا لمعركه صعده بالتحديد، يعني هذه المعركه او هذه المحافظه يعني ثلاثه اعوام منذ بدء المعارك بشكل كامل على مساحه البلد، ولكن اذا تم التركيز على هذه المحافظه وايضا تم حسم المعركه فيها والسيطره عليها كليا، ألا يعد فعل كهذا هو اختصار للمعركة المتسعة على مساحة البلد بمعنى أنها المعقل الرئيس للميليشيا؟ هل تتفق مع هذا؟ نعم، هناك جسم اليمني حاليا النفس في الحديدة لأن الشريان الوحيد ليبقى حي والروح في صعدة، فإذا تم القضاء على النفس والروح سقطت العاصمة تلقائيا. العاصمة هي عاصمة اليمنيين بالكامل، ونتمنى ألا تدخلها قوات مسلحة فستعود، لأنه ليست لجهة معينة، صنعاء عاصمة أزلية وبالتالي وطنية شاملة، فبالتالي صنعاء ستعود إلى حضن الشرعية عند سقوط صعدة والحديدة مباشرة. نعم. طيب سيادة العميد، يعني كيف تنظر لمسألة أنه حينما تتحرك جبهة وهذا هذه الاستراتيجية باتت يعني مكررة كثيرا على مستوى المعركة اليمنية منذ فترات سابقة، يعني عندما تتحرك أو تشتد المعارك في جبهة تتوقف في جبهات أخرى كثيرة، ما السبب برأيك؟ هل يعتبر هذا الأمر في إطار استراتيجية أم أنه يعني نوع من العشوائية في إدارة المعركة؟
لا، ليس في إطار استراتيجي، ونكون شفافين وواضحين. البيئة اليمنية ضاغطة على الشرعية مع الأسف. هناك مصالح خاصة ضيقة لبعض الجهات في اليمن والأحزاب، وبالتالي لم تستثمر. لماذا ذكرت مجموعة من الألوية تجاوز 20 لواء لم تستخدم إلى الآن؟ ماذا يراد منها في المستقبل؟ هل هناك مشروع ما؟ لا بد أن نقف على الحقيقة ونكون واقعيين. اليمن أهم من حزب، أهم من جهة، أهم من مناطقية، أهم من انفصال، أهم من إعادة تأهيل عائلة ما، أهم من. لا بد أن تكون الجمهورية اليمنية الهدف النهائي، ولكل الشعب اليمني متساوون فيه، ما عدا من يأبى ذلك فإلى الجحيم. الانقلابيين ليسوا وحدهم في اليمن، هناك أيضا من يساهم معهم بشكل أو بآخر، وبالتالي ليست استراتيجية وإنما عشوائيات مع الأسف. والسؤال هذا يوجه للشرعية، يوجه لدولة الفريق علي محسن، يوجه لمعالي رئيس الأركان، هم لديهم الإجابة على ذلك. نحن نعرف الإجابة، ولكن قد لا يكون ما نود قوله مادة إعلامية، فالمرحلة لا تستوجب أن نخوض في مثل ذلك حاليا، ولكن نحتاج إلى أن تكون البيئة اليمنية حاليا إيجابية أكثر منها سلبية. نعم، إذن أشكرك جزيلا العميد حسن الشهري محلل عسكري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي من صعدة العميد صالح قروش. سيادة العميد، كما تحدثت أنه تم السيطرة على العديد من المواقع في جبهة علب وأيضا في الجبهات الأخرى في صعدة، يعني ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع؟ أخي الكريم، اسمح لي قبل أن أذكر لك أهمية المواقع، يعني الآن ضيفك الكريم ذكرني نقاط مهمة جدا، ومنها توقف الجبهات في بعض المناطق. وكل اليمنيين خاصة الذين في الداخل ينتظرون قدوم الشرعية يتمنوا أن تتحرك الجبهات. إذا تحركت الجبهات في صعدة أو في الحديدة أو في، يجب أن تتحرك الجبهات، يجب أن لا نترك الفرصة للعدو جبهة تتحرك وجبهة تقف. هذه نقطة أشكره عليها، وكل اليمنيين يتمنوا ذلك. إجابة على سؤالك، المواقع الذي سيطر عليها الجيش في صعدة، ومنها مواقع كثيرة في البقع وجهة راجح، ولكن أنا أتكلم بالذات والتحديد في محور علب. منها مواقع مسيطرة على مديرية بادم، ومديرية بادم معروفة، يعني مديرية كبيرة ومؤثرة على العدو، لأن المسافة قريبة جدا من محور علب إلى داخل المحافظة لا تتجاوز 70 إلى 80 كيلو. فكلما تقدم الجيش الوطني في صعدة وكلما توقل، طبعا صعدة أرض جبلية، أرض دراستها أكثر من أي منطقة، ولكن هي مؤثرة على العدو، ونستفيد منها كشرعية وكجيش وطني في اكتشاف العدو. والآن المناطق التي تم السيطرة عليها أصبحت مضلة على باقم، وباقم هي مكشوفة، يعني أصبح تحرك العدو داخل باقم يكتشف لك، وتستطيع أن تتعامل وتتعامل معه، أو أن ترسم خطة للعدو بأريحية. فهذه مواقع مهمة جدا خسرها العدو. وإن شاء الله إنها سنستفيد منها التقدم إلى عمق المديرية. نعم، طيب سيادة العميد، إذا يعني في الحديث على معركة صعدة، هناك ثلاثة محاور، هو الملاحيض وعلب وأيضا البقع. أنتم في جبهة البقع، يعني بالنسبة للجبهات الأخرى هل هناك تنسيق بينكم، أم أنه كل محور يعمل بطريقة منفصلة؟ نحن في محور علب، ولا شك في تنسيق بين المحاور، وقد تكون بإشراف قيادة عليا لو تكون تنسيق بين قيادات الوحدات. فالتنسيق والترتيب مستمر، خاصة في محاور صعدة مثل ما ذكرت، الملاحيض وراجح وعلب والبقع. والحمد لله في انتصارات بسبب الترتيب والتنسيق، انتصارات كثيرة وخسائر في العدو، سواء كانت خسائر بشرية أو مادية. طيب بالنسبة للتحالف العربي، كيف تقيمون دعم التحالف في هذه الجبهات؟ أنا لا أقصد هنا في مسألة الإمداد بالسلاح، وإنما في مسألة جدية المعركة والإسناد الجوي. أخي الكريم، أولا نشكر التحالف بشكل عام وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية
بما يقدموه لليمن بشكل عام ولمحاور صعده بشكل خاص. حقيقة يبذلون الكثير والكثير، ومنها الضباط والجيش السعودي يشاركون معنا في الجبهات، وأيضا يقدمون الشهداء ويقدمون الخسائر الكبيرة، ومساندة الطيران والمدفعيات والدعم الذي يحتاجه المقاتل على الأرض. فحقيقة نشكرهم كل الشكر والتقدير بما قدموه، لن ننساه لهم هذا ما يقدموه لليمن بشكل عام. نعم، إذن أشكرك جزيلا العميد صالح قروش قائد اللواء 5 حرس حدود. أرحب بضيفي من الرياض الخبير العسكري اليمني عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني نتحدث اليوم عن سير المعارك في الحديدة، كيف تتابع سير في صعدة، كيف تتابع سير المعارك في هذه الجبهة؟ على كل حال جبهة صعدة هي يمكن تقسيمها إلى 4 جبهات. نعم. الجبهة الشرقية وهي جبهة كتاف البوق، الجبهة الشمالية وهي جبهة علب باقم، الجبهة الثالثة أو الغربية إنجاز التعبير وهي جبهة رازح، الجبهة الرابعة وهي الجبهة الجنوبية الغربية التي تهاجم مديرية ساقي اللي هي مديرية محضة إنجاز التعبير. أغلب أهم جبهة من هذه الجبهات هي جبهة على الباقم، كونها تمثل المحور الرئيسي والمركز الرئيسي في اتجاه مديرية مجز ومن ثم صعدة. الجبهة هذه بدأت قبل نحو سنة ونص، وللأسف الشديد فإن رغم الانتصارات التي فيها فإنها سارت على نحو بطيء جدا، خصوصا إذا عرفنا أن هناك 3 ألوية، ومع تقديرنا لصعوبة المنطقة إلا أننا نحن من قبل 3 أشهر و 4 أشهر على بعد 4 إلى 6 كيلومتر من مركز مديرية باقم، ولكن لم يحصل تقدم. أريد أن أقول لك أخي الكريم وبكل صراحة وبكل شفافية أن طول الجبهة من بداية من علب إلى باقم لا يزيد عن 20 كيلو، ولا المتبقي حتى الوصول إلى مديرية باقم 5 كيلو، وهذا وما يحدث هو أمور من باب الكر والفر. خلال سنتين أو سنة ونص حققت إنجاز مسار 15 كيلو. نعم نقدر صعوبة المنطقة، لكن لدينا هو سيد عبد العزيز يعني هذه الجبهة يعني هل مشكلة التضاريس هي المشكلة الرئيسية في تأخر التقدم، أم أنه هناك عوامل أخرى من حيث القرار أو ما شابه هي من جعلت الجبهة تسير في تقدم بطيء؟ يعني نحن دائما ما نسمع تقدمات، ما زالت التقدمات كما يقال في نهم وفي البيضاء وفي العديد من الجبهات، لكن لم تحسم المعركة بالشكل النهائي. يعني في محافظة صعدة هل المعركة التي تدور في صعدة شبيهة ببقية الجبهات أم أنها مختلفة وتسير بشكل طبيعي؟ أعتقد أنها مختلفة عن بقية الجبهات. إذا ما رأينا أن جبهة نهم تراوح مكانها بسبب أن القرار يعني من الخارج، قرار التقدم الذي أوقف جبهة نهم على سبيل المثال والذي أوقف معركة الحديدة عند المطار. فالذي أوقف هذه الجبهة واحد، لكن بالنسبة لمديرية باقم أعتقد أن الأمر نتيجة سوء إدارة المعركة إنجاز التعبير. أقول لك أخي الكريم، القيادة العسكرية أغلبها غير مؤهلة إذا جاز التعبير، وأنا مسؤول عن كلامي. قيادة عسكرية لا تجيد حتى قراءة الخريطة وفتح الخريطة، لا تستطيع أن تحدد اتجاه الشمال من الشرق من الغرب، وهذه كارثة. قيادة غير مؤهلة، قيادة يعني تم اختيارها بشكل مناطقي أو بشكل انتقائي. يا أخي الكريم دعنا لا نجامل ولا نكذب على الناس، يعني إذا كان قائد عسكري لا يجيد قراءة الخريطة ولا طبوغرافيا المنطقة فهذه كارثة. أخي الكريم لقد قتل استشهد الكثير من أبطال القوات المسلحة في هذه الجبهة نتيجة أخطاء عسكرية. أخي الكريم لدينا ما يقارب 3 إلى 4 ألوية في هذه الجبهة يواجههم 200 حوثي بالكثير. الآن قبل 3 شهور نتكلم عن انتصارات في أبواب الحديد،
والآن بعد 3 شهور يتكلم عن صارت في أبواب الحديد، وقبلها ب6 شهور يتكلم في أبواب الحديد. يا أخي هذا تسمى في لغة الحرب كر وفر أو مجرد اشتباكات عادية تستولي على التبة هذه اليوم وغدا تسقط منك. يا أخي تكلمنا عن انتصارات قبل 3 شهور وكانت هناك احتفالات كبيرة وحضر يعني ومجلي وزير الزراعة في الاحتفالات هذا، ونحن يعني في نفس النقطة. أخي الكريم ما يحصل في صعدة، هناك مقاتلين من محافظات معينة لكن يتم تعيين قيادات لهؤلاء المقاتلين، المقاتلين هم من المحافظات الوسطى بينما يتم تعيين القيادات من المحافظات التي تمون القوات أو اللجان الشعبية حق الحوثي. يا أخي الكريم الكفاءة العسكرية هي المطلوبة. يا أخي الكريم كارثة، أعرف بعض القيادات الذي التقيت بهم لا يعني لا بالكاد يقرؤون الخط. يا أخي الكريم هناك كفاءات عسكرية يجب أن تستغل. يا أخي الكريم في المديرية في الجبهة الأخرى في الجبهة الأخرى في اللي جبهة اللي في اتجاه ساقة نسيت الاسم حقها، حررت مديرية كاملة يعني في 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 أقل من شهر، بينما المديرية في صعدة تقريبا مديرية محظة وحظيها وكذا حررتها في أقل من شهر، بينما الجبهة هذه لها سنة ونص وسنتين. يا أخي الكريم تم تغيير القيادات، تم تعيين قيادات والتعيينات هي مناطقية على أساس مناطقي، هذا ابن فلان وهذا ابن علان. طيب سيد عبد العزيز في هذه النقطة يا أخي اسمع لي إلى النهاية. لا نريد أن نجامل. يا أخي في معركة واحدة استشهد علينا 40 جندي أغلبهم منتعز، بينما القيادة العسكرية هذا أتحدى أي واحد منهم تخرج من كلية عسكرية، أتحدى واحد منهم يفتح الخريطة. يا أخي استمرار النفاق والكذب إلى ما لا نهاية غير مقبول. هذه أرواح ناس. المعركة الآن هي كر وفر، ويعلن عن انتصارات هو من باب بيع الوهم. جميل. والمعذرة على توتري. جميل. لكن سيد عبد العزيز أيضا الخبير العسكري العميد حسن الشهري في حديث معنا قبل قليل يعني يرجع أنه سبب التأخر في تقدم الجبهات في يعني في المعارك داخل اليمن هو كما فهمت منه أنه التحالف العربي لا يتحمل مسؤولية ما يحدث، وإنما المسؤول على كل ما يحدث من تأخر في الجبهات هو الشرعية بحد ذاتها وأيضا هيئة الأركان ونائب رئيس الجمهورية، لأنه هناك سياسة خاطئة لإدارة المعركة. هل تتفق مع ذلك؟ بل أبصم له بالعشر، أبصم له بالعشر أن هذا الكلام حقيقي وأكيد. يا أخي الكريم للأسف الشديد نائب رئيس الجمهورية كل تعييناته من 3 محافظات، محافظة وغنى ورئيس الأركان من محافظة ذمار، من محافظة صنعاء، من محافظة عمران. هذه تعييناته من هذه المناطق، وتصور أنه قد يكون قائد عسكري معنا، قائد عسكري يعينه قائد لواء وأخوه قائد لواء مع الحوثي. يا أخي التعيينات المناطقية أقول لك على جبهة باقم أغلب المقاتلين من تعز ومن إب ومن ريمة، بينما القيادات يتم تعيينهم من مناطق اللجان الشعبية. يا أخي الكريم بعضهم أقربائهم وأخوانهم يقاتلوا في صفوف الحوثي. يا أخي الكريم أعطيك على سبيل المثال جبهة قانية في البيضة أتوا بقائد لجبهة قانية من عمران، تصور، وأتوا بالناطق الرسمي للبيضة ولمقاومة البيضة من ذمار. يا أخي الأسلوب المناطقي لم يعد مقبول ولا مرغوب. يا أخي ما فيش عندي مشكلة يكون رجل كفر وعسكري ووطني، لكن أن يتم اختياره على أساس حزبي أو على أساس مناطقي هذا الأمر مرفوض جدا. يا أخي إذا تكلمنا كثير في هذه النقطة يجب أن تكون الكفاءة العسكرية الأولوية. لو سألتك سؤال نائب رئيس الجمهورية من محافظة صنعاء، رئيس هيئة الأركان من محافظة عمران، نائب رئيس هيئة الأركان من محافظة عمران، النائب الثاني رئيس هيئة الأركان من محافظة عمران، أغلب القيادة من محافظة عمران، بينما أغلب اللجان الشعبية هاتي من يعني حتى عمران. وإن كنا بعيدا عن المناطقية نريد أن ينجز شيء على الواقع، أقل شيء في هذا الأمر. ولكن يا أخي الكريم نحن لسنا مناطقيين، نحن نرحب بأي بالضبط نحن مع الإنجاز، يعني نريد إنجاز على الأرض مهما كان، ولكن نأمل أن تكون رسالتك أو ما طرح عبر هذه الحلقة
يعني قد وصل إلى الجهة المعنية الذي يفترض أن تراجع نفسها، يعني طرح كلام مهم من قبل العميد حسن الشهري ومن قبلك أنت. أشكركم جزيلا في نهاية هذه الحلقة، وأشكر ضيوفي الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، وأشكر أيضا العميد حسن الشهري المحلل العسكري السعودي، ومن محافظة صعدة أشكر قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.